النهارده ربما كان مبادره من المبادرات الرئاسيه المهمه والخاصه بالكشف المبكر عن الاورام السرطانيه واللي افتتحها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه. نتابع ثم اعود لحضراتكم. استمرارا للمبادرات الرئاسيه في القطاع الصحي، قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان بتدشين المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كما قام بافتتاح أول معمل متكامل ومتخصص في مصر في التحاليل الباثولوجية والجينية داخل المركز المصري للتحكم والسيطرة، وذلك بهدف الكشف المبكر واكتشاف الأمراض أولا بأول. دي مبادرة تضاف إلى المبادرات الرئاسية السابقة، احنا عندنا 11 مبادرة ودي يمكن المبادرة رقم 12 اللي هي بتغير شكل الصحة العامة في مصر بشكل كبير، لأنها بتضيف بعد تاني وهو الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. أنا دايماً بركز على كشف مبكر وعلاج، لأن الغرض من الكشف المبكر مش فقط إن احنا نعمل عملية مسح لأعداد كبيرة جدا من المواطنين حتى نطمئن على إن في مرض ولا ما فيش مرض، هو الأهم من ده طب إذا لقينا مرض وبالذات في المراحل الأولى إزاي بنتعامل معاه؟ وده تحدي تاني، لأن ده تحدي اقتصاديا كبير جدا. فبالتالي كل المبادرات اللي احنا عملناها وعلى رأسها المبادرة اللي احنا بنتكلم عليها لسرطان الرئة وسرطان البروستاتا والقولون وعنق الرحم هي إضافة كبيرة للمبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة في مصر. احنا عملنا أكثر من 1,150,000 مسح لحد دلوقتي او استفادوا منها عن طريق الاستبيان، واخذنا بعد الاستبيان خطوات تنفيذيه في اجراءات تشخيصيه دقيقه جدا في اورام الرئه او اورام سرطان البروستاتا او عنق الرحم او القولون، وابتدينا لما بنكتشف حالات على طول بندخلهم في سيستم العلاج علشان نقدر. طبعا احنا عندنا نجاحات من خلال المبادرات السابقه، مبادره سرطان الثدي اللي قدرنا فيها نتحول من 70% من المرضى بنكتشفهم في مراحل متاخره الدرجه الرابعه من الاورام الى ان احنا النهارده بقينا نكتشف لحد 30%، ده نجاح كبير جدا حتى عالميا زي ما حققنا في فيروس سي. فاللي انا عايز اقوله ان الوجود بقى معامل متخصصه ومتقدمه للتحليلات الباثولوجيه والسيكونس جينينج او التحليلات الجينيه اللي هي ادق وارقى واكثر تقدما من اي تحاليل على مستوى العالم باجهزه ومتقدمه جدا زي اللي احنا شفناها النهارده، دي موجوده زيها زي ما هي موجوده في اي حته في العالم. فالمركز المصري للتحكم والسيطره على الامراض اللي هو الايجيبشن سي دي سي مهم جدا ان هو يكون مجهز ومدرب بيه الناس بكل الاجهزه التشخيصيه اللي مش بس عشان هذه المبادره، لكن كمان المبادرات اللي احنا بنعملها من اول المولود للكشف على بعض الامراض الوراثيه لحد الامراض المستعصيه او الامراض الاورام السرطانيه. فاحنا مستمرين في هذه الحمله مستهدفين 30 مليون مواطن، بدانا في 9 محافظات في المرحله الاولى زي اسكندريه وزي مطروح وزي دمياط وزي البحيره وايضا الفيوم واسيوط وجنوب سيناء وبورسعيد، دي المرحله الاولى اللي احنا بداناها في 11 يونيو، وان شاء الله مع نهايه هذا العام هنكون وصلنا ل 11 محافظه كمان، مع الربع الاول من عام 24 نكون انتهينا ودخلنا ال 27 محافظه نقدر ان احنا نكتشف. طيب هل في تاثير اقتصادي على الاكتشاف المبكر للاورام وعلاجها بدري؟ مفيش شك ان كل جنيه بنصرفه دلوقتي بيوفر علينا الاف الجنيهات مستقبلا، وده بخلاف طبعا زياده من معدلات الشفاء وتحسين جوده الحياه للمواطنين. احنا بنشتغل زي ما دول كتير جدا من العالم المتقدم بتعمل لاولادها، وكل اللي انا بقوله ده على فكره بالمجان، يعني المواطن يستطيع ان هو يتلقى هذه الخدمه سواء بذهابه الى الوحدات الرعايه الاساسيه او المستشفيات المنتشره على كل المحافظات او الدخول على موقع الوزاره او الاتصال بالرقم الخاص بوزاره الصحه والسكان، هيوجه المواطن على اقرب مكان لسكنه عشان يقدر يستفاد من هذه المبادره. من اهم المبادرات الخاصه بالوقايه من الاورام. الحقيقه زي ما معالي الوزير تفضل وقال ان الوقايه من الاورام هي افضل من علاجه، ولكننا لا نكتفي بحد الوقايه. النهارده المبادره تتعامل مع اورام عنق الرحم، اورام الرئه، اورام البروستاتا، واورام القولون. فيما يعرفه العالمون في العالم كله ان الوقايه كذا نوع، برايمري بريفنشن او الوقايه الاوليه، وسكندري بريفنشن هي الوقايه الثانويه، وتيرشري بريفنشن هي الوقايه الثلاثيه. مفهوم هذا الموضوع ان انت بتعمل وقايه من المرض قبل حدوثه، واذا حدث المرض بتتعامل معاه.
حتى لا تحدث مضاعفات، واذا حدثت المضاعفات بتتعامل معها حتى لا تسير الامور الى الأسوأ. فاحنا النهارده بنتكلم في هذه المبادره بدايه بالبرايمري بريفنشن او الوقايه الاوليه، ان انت تكتشف المرض مبكرا وتتعامل مع ما قبل الاورام. حتى انا يمكن النهارده اطلقت كلمه ليس مبادره القضاء على او اكتشاف او تشخيص الامراض السرطانيه، لا، تشخيص الامراض ما قبل الاورام السرطانيه. النهارده كمان من اهم الخطوات اللي احنا فخورين ان احنا شركاء فيها هي افتتاح اول معمل بيضم التحاليل الباثولوجيه والتحاليل الجينيه تحت سقف واحد. ده تطوير كبير جدا بيحصل في التشخيص وعلاج مريض الاورام السرطانيه، لان بكل بساطه علاج المرض ده بيبتدي من التشخيص المظبوط. والنهارده التحاليل الجينيه هي دي احدث تكنولوجيا موجوده النهارده في تشخيص الاورام. بكل بساطه هي كانها بتفك الشفره الجينيه للورم وبتساعد الطبيب المعالج ان هو يفهم فين الخلل اللي موجود واللي حاصل، وده بيساعد جدا في يعني التوجيه بتاع العلاج. زي ما حضرتك شفتوا هذا المعمل المرجعي الكبير اللي بيضم كل الابحاث الباثولوجيه والجينيه للاورام السرطانيه. الحقيقه يعني انجاز كبير جدا يكون في هذا المعمل المرجعي تابعا لوزاره الصحه في مصر. الحقيقه كمان يمكن زي ما كنا بنقول ان ممكن يبقى في سلسله من وشبكه من هذه المعامل بالترابط ما بين الأماكن المختلفة في جمهورية مصر العربية، سواء وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، حتى كمان مركز البحوث التجديدية في التابع للقوات المسلحة. كل ده بيؤثر بشدة على الصحة المصرية وما يسمى بالطب المشخصن، اللي هو بنقدر نوصل للعلاج الأمثل لكل مريض. المبادرة تشمل الكشف على أمراض القولون والرحم والبروستاتا وسرطان الرئة، وهو ما يسهم في الحد من انتشار تلك الأمراض وعلاجها. يذكر أن مبادرة اكتشاف الأورام تنفذ على 3 مراحل بمحافظات مختلفة، وبدأت بأمراض سرطان الكبد والثدي. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.